الآن بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده ستة كياك تذكار نياحه البابا ابراهام ابن زرعه البطرك ال 62 في القرن العاشر. والبابا ابراهام قاعد على الكرسي المرقسي. هو مش مصري الاصل على فكره، هو سورياني، وهو كان احد التجار، جه واستقر في مصر وعاش في مصر، ولكنه كان إنسان قديس في العصر ده اسمه عصر الفاطميين، الدولة الفاطمية. والدولة الفاطمية دي هي أصلا أسرة شيعية اتأسست دولتهم في المغرب سنة 909 ميلادية، وبعد كده اتنقلت لمصر وكانت بتحكم المنطقة من خلال مصر، واتنقلت مصر سنة 989 ميلادية. كان قبل منها الدولة العباسية، وبعدين هم لما قويت دولتهم دولة الفاطميين استقلوا عن الدولة العباسية وسميوا الدولة العبيدية نسبة إلى مؤسسها عبد الله المهدي، وأحيانا كانوا بيسموهم دولة العلويين المصرية لأن هم شيعة أو علويين. ودخل كان أصلا معز لدين الله في تونس، وبعد كده أرسل القائد بتاعه على رأس جيش لمصر. كان وقتها زي ما قلت حضراتكم الدولة العباسية كانت ضعفت قوي، ومصر كانت ابتدت يبقى فيها تمرد كتير. كان جوهر الصقلي، وده واحد أصلا يوناني، دخل مصر بجيش قوي، وعملوا بداية الدولة بتاعتهم القوية. لما دخلوا مصر بقوا دولة قوية وفرضوا على المنطقة كلها، مصر وتونس والمغرب والمنطقة دي. جوهر الصقلي بنى القاهرة، وبناها من الفسطاط لعين شمس. يعني القاهرة كانت مش كده، ما كانش في حاجه اسمها القاهره، لكن هو اللي عمل القاهره. وفي البدايه سماها المنصوره او المنصوريه، وبعدين حولها بعد كده الى اسم القاهره. ولما بناها وبقت مدينه قويه وحلوه، راح دعا المعز وقال له ما تنقل بقى الخلافه للقاهره. وفعلا جه المعز وقتها دخل مصر. ولما دخل المعز مصر، وكانت زي ما قلت حضراتكم بداية الدولة الفاطميين القوية، أعيان مصر استقبلوه. أنا بذكر ده علشان أقول الفكرة دي كلها يعني. وقعدوا مع المعز لدين الله وعملوا اتفاقية من ست بنود. ركزوا بقى معي، إيه البنود دي؟ قالوا له أولا تتعهد لنا بحماية المصريين، نمرة اتنين اتعهد لنا انك ترفع الاقتصاد، نمرة ثلاثة ترمم الجوامع وتصرف على المؤذنين بتوع الجوامع من بيت المال، أربعة ودي مهمة قالوا له اتعهد لنا بأن تكفل الحرية الدينية للمصريين. تخيلوا ان الكلام ده من القرن العاشر ومن الدولة الفاطمية، كان المصريين بينادوا بالحرية الدينية. مش كده وبس، ده نمرة ستة أقوى، دي بنود تاريخية يقولوا له أن تكفل الحريات للأقليات الدينية المسيحية واليهودية، يكفل الحريات للأقليات. أنتم متخيلين أن الأمور الحضارية اللي النهاردة اللي احنا عاملين لسه نهاتي فيها حقوق الأقليات والحرية الدينية كانت موجودة في القرن العاشر في الدولة الفاطمية. عشان كده الدولة الفاطمية
كانت ناجحة في مصر في الفترة دي. وفعلا جه الفاطميين وعملوا الدولة بتاعتهم. وعلى فكرة الفاطميين هم اللي أنشأوا الجامع الأزهر. وكان المعز لدين الله يقال إنه هو رجل فكر، يعني كان بيكثر من جلسات المفكرين ويقعد يتسامر معهم. هو كان بيتعلم لغات كتيرة. وبعد المعز جه بعد منه ابنه اسمه العزيز بالله، وده كان راجل عادل جدا، اتجوز مسيحية روسية وخلف منها الحاكم بأمر الله، الشخصية الغريبة قوي في التاريخ اللي هو بيعتبر لغز تاريخي. الحاكم بأمر الله ده أصلا اللي اضطهد المسيحية، أمه كانت مسيحية. والحاكم بأمر الله ده أول ما قعد على الحكم الولاية هد كنيسة القيامة في أورشليم، ويقال إن ده أحد أسباب الحروب الصليبية فيما بعد. وأمر كل مسيحي إنه يلبس صليب من حجر وزنه 5 ترطال، ولأنه كان تقيل فكان بيحز في المنطقة بتاعة الرقبة وفي الصدر وهو بيتحرك، فبقت فيه عظمة زرقاء في جسم كل مسيحي. وده المسمى اللي احنا بنفتخر بيه لما يتقال لنا عظمة زرقاء، بنفتخر لأنه ده أحد العلامات احتمال المسيحيين الألام عبر التاريخ. لكن الحاكم بأمر الله بالرغم من أن تحركاته كانت غريبة جدا وأفكاره كانت غريبة قوي، لأنه قال شوية أفكار ما كانتش مريحة لا للمسيحيين ولا للمسلمين، ولكنه كان في نهاية حياته بقى بيقعد مع رهبان دير شهران أو دير اللي هو دير الأنبا برسوم العريان. في الجو ده جلس البابا إبراهام ابن زرع، اللي في عصره أحد الوثائق تقال إن هو اتنقل جبل المقطم في عصره. وهو البترك اللي صاحب القصة بتاعت نقل جبل المقطم. بقى ازاي بابا رغم إنه سورياني؟ وقتها كان خلى الكرسي المرقسي بعد البابا مينا الثاني اللي هو البابا 61، وكان قعدت الكنيسة من غير بطرك 2 سنين. وبعد 2 سنين من كتر هما مش متفقين على حد، وفي قعدة في الكنيسة وكان موجود بقى سقفة وأرخنة الشعب المسيحي، وهم قاعدين جوه الكنيسة دخل شخص كده وقوة جدا مهوب جدا دقنه بيضة كده وإنسان عليه النعمة، دخل يصلي، إنسان علماني دخل يصلي، ولكن واحد من اللي قاعدين واحد من الأرخنة بصله كده هو وأخذ من شكله، فهمس في أذن أحد الأساقفة وقال له انظر إلى هذا الشيخ الوقور، إنه مثل داود النبي الذي قال في المزمور مثل الطيب الكائن على الرأس النازع على اللحية وشكله كده عليه نعمة ربنا. فلما سألوا عليه وجدوه إنه هو ده أصلا سورياني، ولكنه كان تاجر وطاقي جدا وكان زاهد وناسك في حياته وكان بيوزع كتير على الفقراء. فجابوه وقالوا له إحنا اخترناك، اتفقوا الكل طبعا بنعمة ربنا إن هم ياخدوه ويخلوه بترك. ووزع أول ما قعد على الكرسي المرقوسي وزع نص أمواله على المساكين والنص الثاني وزعها على الكنائس والأديرة، يعني بقى فقير. هذا البابا اللي احنا بنعتز بيه زي ما قلت حضراتكم أضاف للكنيسة الصوم يونان وأضاف 3 أيام بتوع نقل جبل المقطم. لكن في حياته كان في شيء بايخ قوي في الشعب، وهو انتشر نتيجة الضعف الروحي عادة اسمها عادة السراري. السراري دي اتنقلت لهم من شعوب تانية، ان الاغنية ياخدوا على زوجاتهم زي عبيد او ناس تشتغل عندهم، لكن يعملوهم معاملة الزوجات جسديا، اسمها السراري. وده وقف البابا ابراهام
وتصدى تماما للفكره دي وقال ان ده زنا وما فيش غير زوجه واحده بس. وكانت النتيجة ان هو اصطدم بأحد الأغنياء وكانت الأمور واصلة لحالة مش لطيفة قوي. الزوجة الواحدة هو مش فكرة اجتماعية، لكن ده كلام ربنا. عشان كده يقول ربنا يسوع المسيح في متى 19 لما كلموه قولوا قالوا له هل يحق للرجل أن يطلق امرأته من أجل كل سبب؟ قال لهم في البدء خلقهم ذكرا وأنثى. إذا كانت إرادة الله أن الرجل يتزوج بأكثر من واحدة كان خلق لآدم أكثر من حواء، لكن هو خلق له حواء واحدة بس علشان دي إرادة الله أن يكون لكل رجل امرأة وكل امرأة رجل. ده لأني في المسيحية الزواج المسيحي ليس فعل شهواني، مش واحد بيشتهي واحدة فبيتجوزها، ولكن هو فعل ارتباط كياني. زي ما ربنا خلق الإنسانية آدم وحواء، يرتبط الإنسان بصورة الفردوس وبالمنطق بتاع ربنا اللي خلقه في الفردوس. تقولي ليه؟ أقول لك ما هو المسيح جه عشان إيه؟ مش جه عشان يرجعنا تاني لحالة الفردوس، وده اللي يخليه أي مسيحي يرفض الفكرة دي وعايز يطلق ويجوز على مزاجه أو رافض القانون ده. هو أصلاً رافض قانون الفردوس ورافض أنه يرجع مع المسيح لحالة الفردوس، يبقى هو رافض أنه يكون مسيحي أصلاً. الشهوة تطلب تمتع عابر بالجسد، أما الروح فيطلب الحب. الزواج المسيحي مش رجل ومرأة جسدياً، لكن رجل ومرأة كيانيا. عشان كده يقول المسيح يترك الرجل أباه وامرأته والتصق أباه وأمه والتصق بامرأته يكونان جسدا واحدا. هل ممكن الجسد الواحد أنه يتقسم ويظل حي؟ عشان كده يقول بولس الرسول أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة. الزواج في المسيحية هو فعل سري يحل الروح القدس في السر ده، ليكون الرجل والمرأة كيان واحد مقدس. يقول أحد المفكرين الفرنسويين معاصرين وهو أستاذ فلسفة في السربون اسمه تيري مونتان، يقول تتلاقى الروحيات مباشرة عبر جسديهما الذي يكتسب شفافية وحدت بين الجسد والروح. وذهبي الفم يقول عندما يتحد الزوج والزوجة في الزواج لا يظهران بعد كشيء أرضي بل كصورة الله نفسه، إنه الحب الزوجي الذي هو أقوى حب لأنه يملأ الأعماق الخفية نورا وبهاء. عشان كده أحبائي لا يمكن أن ينمو الحب في البيت إن لم يكن هذا الحب غير شهواني، لأن الحب الشهواني يطلب ما لنفسه. أما إذا كان الزوج يحب زوجته يستطيع أنه يتنازل لأجله ويستطيع أنه يقدم ذاته لأجله زي ما قال بولس الرسول كما أحب المسيح الكنيسة. مشكلة المسيحية اجتماعيا أنها تقدم حياة ليست على مستوى جسد فقط، ولكنها حياة روحية فردوسية. المسيحية تقدم صورة الفردوس في مجتمع فاسد، تقدم صورة المسيح في مجتمع قد لا يقبل المسيح. أما أنت أيها المسيحي إن أردت أن تكون مسيحي لابد أن تقبل المسيح وتعليمه حتى تحيا في الفردوس. لإلهنا كل المجد وكرامة إلى الأبد.